أنا 2010 استلمت شغل في فيوتشر جروب في مجال الأقلامة الليكولايزيشن لأول مرة، وكنت قبلها بترجم كتب لمدة 2 سنين. لأول مرة في الأقلامة كنت مخنوق ضائق، تقدر تقول ضايع. شايف زمايلي متأقلمين زي الفل، ومنهم اللي اتعلمت منهم زي أيمن المرسي وأحمد سمير، وأنا مخنوق وضايع وضائق. لحد ما تراد استوديو نزل السوق، كان ده بالذات بداية الصلح بيني وبين الكات تولز والأقلمة. أستاذ أحمد السيد بيشرح البرنامج لينا كلنا في قاعة اجتماعات، وأنا مش قاعد على بعضي، فرحان مستبشر ببرنامج أخيرا انتيوتيف سلس. حتى أبوه ترادوس تاج إديتور كان الأقرب لقلبي قبل مجيء ترادوس ستوديو. ترادوس ستوديو أحد الكات تولز أبرزها، فتح نفسي على تعلم البرامج، وبدأت أكتب اللي اتعلمه في ملفات مش مجرد كراسة، وعممت ده على بقية البرامج اللي اتعلمتها قبل ترادوس ستوديو. كان أول برنامج على الإطلاق أحل فيه مشكلة بنفسي من غير ما أسأل زمايلي، لأن البرنامج برامج، فهي في جميع الأحوال سوفت وير فيها باجز، ومترامية الأطراف أصلا مترامية الجوانب، فطبيعي تقابلنا مشاكل. معاكم ناصر ريحان، مترجم لأكثر من 14 سنة، بدرب على الكات تولز بقالي 8 سنين، تخرجت من كلية الآداب جامعة المنوفية سنة 2007، وعملت بعدها دبلومة تربوية، معذرة، دبلومة تربوية عليا من كلية التربية. خبرتي تشمل العمل مع نيتشر الطبعة العربية، ترجمة الكتب مجالات متعددة، اللوكاليزيشن في مجالات متعددة، الترجمة التقنية المتخصصة، وإدارة فرق العمل ومجالات أخرى. قدمت ورش تدريب عديدة على الكات تولز بداية من نوفمبر 2015، إضافة إلى عدة تدريبات مجانية، يعني ورش عمل تجارية بمقابل مادي، وورش عمل مجانية في إطار الصالح العام، مع كيانات عديدة زي الجمعية المصرية لخدمات وحلول اللغة إيجلز، ولينجوا ولوكان مور. ابن سينا كان كله تجاري، ما عملتش معاهم حاجة مجانية. طيب نبدأ. محاضرة هتتقسم على 3 أجزاء، وده الجزء الأول. صورة ظريفة. هنتكلم عن مفاهيم الكات تولز، ليه نشأت، مراحل الترجمة فيها، المتطلبات للمبتدئين بالذات، أوجه كفاءتها، الفرق بينها وبين الترجمة الآلية، لمحة سريعة من أشهر الكات تولز، ونصائح تسويقية. التسويق موضوع كبير، دي نصائح بسيطة. بادئا ذي بدء، نرسخ في أذهاننا إن الكات تول لن تحل محلي ولن تصنع السحر. هي تصنع السحر بس مش لدرجة إنها تحل محلي، فهي بتساعدنا من خلال وسائل مساعدة محددة تريحني وتسهل عليا. تحل محلي؟ لا. ليه نشأت؟ الحاجة أم الاختراع، والكسل أبوها. طيب، الحاجات التي أدت لاختراع الكات تولز عديدة طبعا، نذكر بعض الأمثلة. اتساق المصطلحات في الوسائل التقليدية عشان توحد المصطلحات، ودي شيء جوهري في مجال الترجمة والأقلمة. إن ما ينفعش تقول مثلا حافلة بعدها تقول توبيس بعدها تقول مركبة مثلا، لازم المصطلحات متوحدة إلا في حالات نادرة، يعني على حسب السياق. المحاضرة دي مناسبة للمبتدئين طبعا، لو كلام حتى الآن سلس كمل، لو مش سلس ادخل على القناة شوف سلسلة اسمها أبدأ إزاي في الترجمة الأول، وبعد كده تعالى هنا. فتوحيد المصطلحات في الوسائل التقليدية بتعتمد على قدراتك البشرية البحتة
او حتى عامل جلوسري ممكن نسبة الخطأ فيه تكون واردة اثناء البحث، في اثناء البحث او لاسباب اخرى. فاحتاجنا لحاجة مؤتمتة تحيد الخطأ البشري. فكرة تحييد الخطأ البشري هتشوفوها ملمسة مع اكتر من جانب من جوانب الكالتولز. احتاجنا تحييد الخطأ البشري في توحيد المصطلحات. higher demands يعني ايه؟ الموضوع نشأ في البداية اصلا بسبب العولمة، ولو انتم مش واخدين بالكم الترجمة والشركات الكبيرة العملاقة مش بتترجم للعربي فقط، ده نفس المحتوى ده بيترجم الى لغات الكوكب كله، او يعني اهمها اهم اللغات. فمن طرف العملاء احتاجوا لامكانات اداريه بروجكت مانجمنت اعلى من الوسائل التقليديه، نتابع بيها العمل ونوفر بيها فلوس، لا زي ما هنشوف في امثله اخرى اثناء المحاضره. في اثناء المحاضره دي تي بي نيدز، يعني ايه دي تي بي؟ ديسكتوب بابليشنج، نشر مكتبي، كل ما يخص مظهر الملف، مظهر الملف او مظهر المحتوى. المحتوى اللي انت بترجمه ده هل كل المحتوى هينشر بنفس الشكل؟ وهل هينشر في نفس الوسيط؟ هل كله هيبقى كتاب، كله هيبقى ملف الكتروني، كله هيبقى ويب سايت؟ ما محتوى كله اسمه محتوى، لكن هينشر ازاي وازاي وكيف؟ كيف يعني مظهره؟ فونت تايب، فونت سايز، فونت كولر. طب انا هقعد اظبط هذه الاشياء بنفسي؟ لا، احتاجنا امكانات مؤتمته برضو تتولى هذه الجوانب، والمترجم يركز في الترجمه. طيب حاجات المبتدئين محتاجين ايه؟ ده الكلام اللي هتشوفوه دلوقتي على الشاشه ده يعني بديهي، ولكن نؤكد عليه برضه. بيزك اي تي نوليدج، لو انت ما تعرفش تعمل نيو فولدر وتسميه، لو انت بعد تثبيت البرامج على اجهزتك ما تعرفش تروح فين عشان تشغلها، لو انت ما تعرفش تتنقل ما بين النوافذ، الحاجات البسيطة دي احنا عايزين اكتر من البسيطة، يعني ما بين البسيط والمتوسط، ساعتها هتتعلم الكات تولز ولكن هيكون التعلم اصعب. فاحنا محتاجين بيزك نوليدج. Avoiding the empty machine translation capabilities. هنا بقى ما بنتكلمش عن MTBE machine translation post editing، لأن دي أصلا محتاجة مهارات. حتى لو أنت فلت في اللغة، أنت لسه متخرج أهو أو لسه طالب وإمكاناتك اللغوية ممتازة فوق الممتاز، بس مهاراتك في المراجعة، مهاراتك في البحث محتاجة صقل. ولذلك تطوعوا، اشتغلوا، اعملوا تطوع، سيك منتورشيب، ان شاء الله حتى تشتغلوا لوحدكم، اللي هو بجيب نص كده وترجمه وبعد 3 شهور ابص عليه تاني. الموضوع ده موجود باستفاضة اكتر على القناة في سلسلة ازاي ابدأ في الترجمة. The core facilitation means. طيب هي بتساعدنا ازاي يعني؟ انت قلت انها بتساعدنا، بتساعدنا ازاي بقى؟ نشوف الكلام ده. زي ما انتم شايفين كده من الشمال فوق كده، segmentation. ايه segmentation؟ المحتوى دخل الى الكات تول هيبقى شكله ايه؟ السيجمنتيشن ده ظريف جدا، لانه برضو يحيد الخطأ البشري، يكاد يجعل من المستحيل الخطأ الشائع اللي اسمه lost in translation، يكاد يكون مستحيل، مفيش حاجة lost، كله تحت السيطرة بفضل السيجمنتيشن. البرنسات التي ام والتي بي، ذاكرة الترجمة، قاعدة المصطلحات، دول على رأس الموارد. أنا بسميها الموارد، اخترعتش يعني، مش هخترع العجلة يعني، بس يعني ده التسمية اللي بحبها، الموارد، ذاكرة الترجمة وقاعدة المصطلحات، دول بيساعدوك يبقوا كأن في 2 قاعدين جنبك كده. بص يا أستاذ أنا هريحك،
المصطلح ده انت عملته اول امبارح كذا كذا، تلقائيا في بنسبة 100% مؤتمتة، ولو كانتش 100% مؤتمتة هتكون بضغطة زر. Quality Assurance Means وبعضها بعض الأمثلة مذكورة على الشاشة. وأخيرا الماشين ليرنينج، قدرات التعلم، البرنامج بيتعلم منك وعلى أساس هذا التعلم بيقدم لك اقتراحات. عارفين لما جوجل بتقدمك اقتراح تلقائي، ده نفس الشيء، وهنشوف أمثلة في أجزاء المحاضرة الأخرى. طيب المتشككين هيقولوا يعني ما نخلينا في الوسائل التقليدية عادي، تو كولمز ان فايل اكسل مثلا، او بحط ملف الوورد كده في نص الشاشة والملف التاني في النص التاني وترجم. معلش خليك معانا كده وهتعرف ان لا، اوجه الكفاءة عليه. انت كمبتدئ لسه بادئين قدامكم سيناريو من اتنين بس، فروم داي 1 ها هتلحظوا كل هذه الوسائل اللي كانت قدامنا على الشاشة من شوية وأصبحت بشكل آخر قدامكم على الشاشة دلوقتي. فروم داي 1 أنتم مستفيدين بيها، ماشي؟ فده السيناريو الأول اللي هو السيناريو بتاع على الأقل. إنما على الأكثر سيناريو الاستثمار، أنت بتستثمر على مدار ساعة الصبح ساعة بالليل على مدار أيام عديدة، تحول محتوى قديم إلى ذاكرة ترجمة أو قاعدة مصطلحات. فبدل ما تبدأ بالصفر هتبدأ بموارد وتنميها بعد كده أثناء العمل. في أثناء العمل اللي بتجنيه، لو قلنا في ثمار بتجنيها فروم داي 1، دول برضو بتجنيهم فروم داي 1، لكن هذه الثمار عندما تثقل تتبلور تكون فعلا خلاص تمكنت على الأقل من أساسيات الكات تولز. والناس كلها مش زي بعضها، مش كل الناس متعلمة التايبنج. تايبنج يعني الكتابة دون النظر لوحة المفاتيح، بتكتب إيدك عارفة لوحدها كده هي رايحة فين دون النظر. اتعلموها واقرأوا، اقرأوا شاهدوا سلسلة إزاي أبدأ إزاي في الترجمة. هذه الثمار بتتبلور اكتر، سرعه، ساق، جوده، اللي هي نمبر 1 تارجت. احنا في الاول وفي الاخر عايزين مين؟ عايزين الكواليتي. في الجزء الثاني هنناقش هذه الوسائل المساعده باستفاضه اكتر بامثله نصف عمليه. نصف عمليه يعني سكرين شوتس من داخل البرامج نفسها وبنشرحها. العملي برضو موجود على القناة. لما تبدأ أنت كمبتدئ ابدأ بالنظر الأول وبعدين ادخل على العمل.